واعلم أن مراتب قراءة الفاتحة ست. المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المرتبة الثانية أن يعجز عن الفاتحة ولكن يعرف منها آية أو آيتين فيكررها بعدد آيات الفاتحة. والمرتبة الثالثة أن يعجز عن ذلك فحينئذ يقرأ ما تيسر من القرآن من غير الفاتحة بعدد حروفها وكلماتها. المرتبة الرابعة فإن عجز عن ذلك فإنه يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرتبة الخامسة فإن عجز عن ذلك ذكر الله عز وجل بأي ذكر من تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تكبير. المرتبة السادسة فإن عجز عن ذلك وقف بقدر سورة الفاتحة، ولا يقال إن القيام يسقط عنه في هذه الحال، لأن القيام ركن مستقل بنفسه. ويتصور هذا في حديث العهد بالإسلام كإنسان أسلم حديثا، وكذلك أيضا الأخرس الذي لا يستطيع النطق فإنه يقف بقدر سورة الفاتحة.